جمعية النادي الأولمبي وبدون مرض اللي هي عضوة في الحركة العالمية للفلاحين، والمناضل الجنب اللي جنب مع نساء الريفيات الكادحات، والمناضل من أجل سيادة غذائية تحت السيادة الغذائية، ومن أجل أن نفيد إلى الأرض، والمناضل أيضا من أجل تحقيق العدالة المناخية. إلى منشط في المجال البيئي تحديدا من أجل تحقيق العدالة المناخية. جمعية المليون الكفاية والبدون أرض خاضت الجميع من المعارك الميدانية من أجل عدالة المناخية ومن أجل تحقيقها، من ضمنها وأبرزها هي معركة غابة رادس. قدرنا أن نحافظوا على الغابة، والغابة ما تمسش وما توليش الكهيف. في 2019 جينا في نفس المشكلة زيدا غابة بن عروس وحبوا ينحيوا لنا الشجر من أجل أنهم معناها يعبوا المدخل الجنوبي للعاصمة اللي هو توا يحيي. ما عنيش البديل حتى هو زيد المدخل هذاك يتسمى متنفس العاصمة كل مشروع وطني ما قلناش عليه ليه، لكن حبينا كونتر بارتي ان ناخذ تعويض، معناها الشجر اللي تقلع على الاقل نعاودوا نزرعوه ونخلصوه ونعملوا ناخذ كونتر بارتي اخرى في المجال ان نحققوا عدالتنا المناخيه. وتم هذا، تم زراعه 4000 شجره لحد الان على مستوى غرب بن عروس، ووعدونا التجهيز وزاره البيئه وبلديه بن عروس اعاده تهيئه منتزع حضري لفائده المنطقه. واهم معركه زاد توا قاعدين فيها للاسف، معناها المشكله هذه من 2010، معناها مشكله الحرب، الحرب الضاحيه الجنوبيه نحسوا ان فما معناها تهميش ممنهج قضانا على الضاحيه نتاعنا، كان من عزه القرى عندك رادس الزهره حمام نلف حمام الشط والصدريه البير البايل توا ما يعاونوش حتى المصرف الصحي والناس كلها تصب غاديكا في البحر. نلقى حلول معناها وقتيه حتى لين معناها وصلنا في 2014 انها وصلت وزاره الصحه تصنف اللي الكرات هذه معناها ممنوعه من السباحه، وزاد علينا انابيب الغاز اللي متعديه معناها عبر بحر رادس. وفما اخر دراسه عملناها في 2017 بينت لنا ان فما انبوب نفس هذا زاد مخطر برشا، زاد علينا ستيل يقعد ساعات يعطي ديزون تقويين برشا في البحار طونسيون قويه يسخن الماي على المشاكل اللي تعرضوا لها معناها من التلوث البيئي اللي موجود في البحر، والا من مشاكل اخرى معناها تعترض حياه البيئه. واحنا المصطلحات هي المصطلحات الصحيحه، انا اللي كان يقول لي عادله مناخيه وما تقوليش باساليمها، تقولي اساليمها. المناظر ايضا من اجل سيادتنا الغذائيه ومن اجل التدفئه الى الارض، ومناظر من اجل تحقيق العداله المناخيه. انا نشط في الجمعيه في القسم البيئي من اجل تحقيق عدالتنا المناخيه، وخدنا العديد من المعارك الميدانيه من اجل هذا، ومن ابرزها هما معركتين، معناها معركه غابه رادس في 2018 وحبوا نحيوا الغابه يرازيها ويقصوا نشاطها، وهي كانت المتنفس الوحيد بالنسبه للضاحيه الجنوبيه، ويعملوا في بلاصتها كياس من اجل معناها انه يستمتع به المستثمر، مش يعمل به